بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه جميعا. معكم اخوكم محمود بغدادي من موقع ماب التقني. اليوم عندنا معاينه ان شاء الله مفصله عن نظام تشغيل ابل للاجهزه الذكيه اللي هو الاي او اس 7. طبعا ما حنتكلم عن جهاز معين سواء كان ايفون او ايباد، حنتكلم عن نظام التشغيل بشكل مفصل. طبعا وفي الاخير حنتكلم عن بعض النقاط اللي تساعدكم في توفير استهلاك البطاريه لاي جهاز يشتغل بنظام اي او اس 7. طيب، نظام التشغيل اي او اس 7 يجي مدعوم على الاجهزه التاليه اللي هو الايفون. في البدايه عندنا ايفون 4 و4 اس، وعندنا ايفون 5، وعندنا ايفون 5 اس و5 سي. بالنسبه للايباد، ايباد 2 و3 و4. بالنسبة للايبود تاتش، عندنا الايبود تاتش الجيل الخامس. طبعا مو كل المميزات اللي حنتكلم عنها في هذه المعاينة حتكون متوفرة في كل الاجهزة. طبعا كل ما كانت الاجهزة احدث، كل ما كان المميزات اللي حتشوفوها في هذا الفيديو متوفرة عندكم. شاشة القفل صارت بهذه الطريقة، نقدر نسحب من اي مكان، تجينا كلمة السر بهذه الطريقة. او طبعا اذا كان عندكم ايفون 5 او ميزة التاتش اي دي اللي ممكن توفر برضو في اجهزة احدث، مجرد ما نلمس اصبعنا على التاتش اي دي او زر الهوم حيفتح لنا الجهاز بهذه الطريقه. طبعا عندنا من الاشياء الجديده انه عندنا الباك جراوند متحركه. ما ادري اذا تلاحظوا عندكم الايقونات تتحرك على حسب حركه الجهاز. خلينا نغير الخلفيه يمكن عشان لونها اسود، برضو ما هي واضحه. عندنا هنا الخلفيه بهذه الطريقه، صار عندنا خلفيات متحركه زي اللي هي دنماركيه او ديناميكية عفوا. وعندنا كمان اللقطات اللي هي صور عادية نقدر نختار منها، واذا اخترنا اي صور من البوم الصور، يعني مثلا هذه الصورة عندنا زي ما شايفين، ممكن نكبر الصورة ونختار كيف تكون شكلها في خلفية الجهاز قبل ما نعينها. يعني هذا شيء برضو يعني ممتاز في تعيين الخلفية. واذا ملاحظين الان الساعة ثابتة والخلفية متحركة على حسب حركة الجهاز. طبعا نقدر بعدين نحط الغاء لانه نبي نرجع نختار الخلفيات المتحركة. زي ما شايفين هنا واضحة جدا حركة الخلفية على حسب حركة الجهاز. نقول له تعيين، وتعيين لشاشة القفل وشاشة او الشاشة الرئيسية. طبعا من الاشياء الجديدة برضو عندنا الرجوع في اي او اس 7، مو بس عن طريق الزر اللي موجود هنا في الاعلى، نقدر نرجع عن طريق السحب من اليسار لليمين. هذا الشيء طبعا موجود في كل التطبيقات اللي تدعم نظام اي او اس 7 سواء كانت من ابل او من غير ابل. بعدين عندنا طبعا اللي هو شريط التنبيهات او ابل سميه مركز الاشعارات. تغير برضو، صار عندنا هنا الطقس وديك اللي هو تاريخ اليوم، واذا عندك اي مناسبات في التقويم والاسهم واشياء بكره ممكن حتكون او مناسبات بكره حتقابلك. طبعا تقدروا تغيروا الاشياء اللي تنعرض هنا من اعدادات الشريط التنبيهات. بعدين عندنا لو سحبنا على اليسار حجينا كل التنبيهات اللي من التطبيقات زي الايميلات وتويتر وغيرها. وهنا اذا ما شفنا جاتنا تنبيهات واحنا ما احنا مشغلين الجهاز وما شفناها، يعني تنبيهات فاتتنا بالعربي، حتلاقوها كلها موجوده هنا. في الاسفل عندنا مركز التحكم. طبعا نقدر نتحكم بعض اعدادات الجهاز زي ما شايفين امامكم عن طريق هذا المركز او هذا الشريط، زي عندنا ايربلين، عندنا واي فاي، بلوتوث، وعدم الازعاج، ودوران الشاشه. سطوع الشاشه برضو نقدر نتحكم فيه من هنا. وعندنا هذا الميوزك بلاير، اي حاجه مشغلها صوتيات تقدر تتحكم بها عن طريق هذا او هذه الازارير. بعدين عندنا هنا ميزه الاير دروب، حنتكلم عنها برضو في هذه المعاينه لمشاركة الملفات. وإذا عندك أبل تي في حتلاقي هذه الأيقونة موجودة عندك هنا اللي هي الإير بلاي، تقدر تنقل أو تعكس صورة الجوال أو الآيباد أو أي جهاز أي أو إس 7 لأبل تي في على أساس تتفرج على شاشة التلفزيون عندك. بعدين عندنا هنا أربع تطبيقات ممكن تحتاجوها بشكل سريع، فتقدروا تستخدموها من أي مكان أنتم موجودين فيه في هذا النظام. طبعا أحب أقول إنه برضو على شاشة القفل تقدروا تستخدموا شريط الإشعارات وبرضو مركز التحكم زي ما شايفين أمامكم.
بعد كده عندنا طبعا اللي هو الملفات، برضه اختلفت في اي او 7. لو تلاحظوا الان صارت تنفتح على كامل الشاشه بهذا الشكل، وكمان فيها صفحات، يعني نقدر نحط اكثر من صفحه واحده بداخلها تطبيقات. يعني اول كان عندنا مثلا 9 تطبيقات فقط، الان نقدر نحط اكثر، ممكن تملوا الشاشه هذه كلها صفحات على حسب اللي يقدم لكم هو نظام التشغيل، احنا ما جربنا بالكامل. طبعا بالنسبه للنظام البحث في اي او 7، او خلينا نقول اسمه سبوت لايت ابل بتسميه بالانجليزي، صار الان ما هو على اليسار، الان تقدروا تبحثوا من اي مكان على الشاشات الرئيسيه بالسحب للاسفل، تبداوا تبحثوا مثلا تويتر، زي ما شايفين يطلعنا تويتر، ونرجع تاني للصفحه الرئيسيه. المالتي تاسكينج او تعدد المهام، أول كنا نضغط مرتين على زر الهوم تظهر لنا كل التطبيقات في الأسفل، الآن مرتين تظهر لنا التطبيقات بصفحاتها بشكل مريح جدا في القراءة والتنقل بين التطبيقات. طبعا نقدر نقفل التطبيقات بسحبها للأعلى بهذا الشكل. من الأشياء الجديدة عندنا خاصية سيري، اللي هي تقدر تختار الآن من بين صوت رجل أو امرأة. وكمان خلينا نتكلم الآن عن ميزة الاير دروب لمشاركة الملفات. لو دخلنا هنا على الصور، اخترنا أي صورة مثلا زي ما شايفين بهذه الطريقة، ونيجي مثلا نبغى ننقل هذه الصورة على أي جهاز آخر مدعوم في اي او اس 7، وفي نفس الوقت مدعومة في ميزة الاير دروب. خلينا نفتح الجهاز على اليسار اللي هو الايفون 5 سي. طبعا الآن نحاول نضغط على أو نضغط على زر المشاركة ونفتح خاصية الاير دروب من هنا. في الجهاز الآخر برضو لازم نفتح ميزة الاير دروب، هتلاقوها موجودة في الأسفل، نقول له للكل. الآن حيبدأ يطلع اسم الجهاز اللي على اليسار عندنا على الآيفون 5S بهذه الطريقة، أضغط عليه على طول هتوصلني هنا أو يوصلني عفوا تنبيه، وتجيني الصورة اللي المفروض استقبلها، أقول له قبول، على طول نقلنا هي زي ما شايفين بهذه الطريقة. ميزاتها انها سريعة جدا في نقل الملفات، لكن عيبها انها محدودة لأجهزة ابل فقط، وكمان ما هي كل أجهزة ابل، يعني عندنا الاير دروب مدعوم فقط في أجهزة الايفون 5 واحدث، يعني 5 و5 سي و5 اس، وعندنا في الايباد 4 وفي الايبود تاتش الجيل الخامس فقط. طبعا يمكن تندعم أجهزة أكثر في المستقبل، لكن حاليا هذه الأجهزة المدعومة فيها خاصية اير دروب. قبل ما نتكلم عن التطبيقات اللي موجوده في الاي او 7 بشكل مفصل، خلينا نتكلم عن الايباد. طبعا هذا الايباد ميني، وينطبق الكلام على كل اجهزه ايباد اللي تدعم طبعا اي او 7. احب اقول انه شاشه القفل زي ما شفتوا فتحناها الان ما كان عندنا اي كلمه سر. طبعا برضو عندنا مركز التحكم بشكل هذا، وعندنا مركز الاشعارات، وعندنا برضو ندخل على الكاميرا بالسحب من الزاويه هذه للاعلى. طبعا نفس الطريقه موجوده على الايفون. أحب أستعرض هنا الحركات اللي نقدر نعملها بأصابعنا على الآيباد، طبعا اللي هي جيسترز، نتكلم عنها بشكل مفصل. أول شيء عندنا لو دخلنا على تطبيق معين، زي عندنا هنا السفاري، وحبينا نرجع للهوم، مجرد ما نسحب بخمسة أصابع، طبعا هذه حركات موجودة من أول، لكن أحب أنوه إنه حركاتها اختلفت في بعض الـ أو الآي أو 7 اختلف في بعض الحركات. زي عندنا مثلا حابب اني ادخل على المالتي تاسكينج، قلنا نضغط في الايفون ضغطتين يجينا كل التطبيقات اللي شغاله ودخلناها قبل كده. برضو في الايباد نقدر بمجرد ما نسحب باربع اصابيع للاعلى حجينا هذه الصفحه، ونقدر ندخل على التطبيقات او نقفلها. الشيء الجميل في الايباد انه نقدر ننقل على التطبيق اللي كنا بنستخدمه قبل فتره، يعني خلينا ندخل مثلا على السفاري، وبعدين ندخل مثلا على الكاميرا. الان بدي ارجع لسفاري، ما يحتاج اني اعمل الحركة هذه وادخل على سفاري، بما انه سفاري فتحته قبل التطبيق هذا، فمجرد ما اسحب باربع اصابع لليسار هتلاقي انه فتح معانا تطبيق السفاري، وبرضو اقدر ارجع للكاميرا، او حتى عفوا اقدر اروح للتطبيق اللي فتحته قبل سفاري في الترتيب، اللي هو نفس الترتيب اللي موجود عندنا هنا زي ما شايفين. طيب خلينا الآن نستعرض التطبيقات الجديدة في اي او اس 7، أو خلينا نقول التحديثات اللي صارت على التطبيقات الرئيسية في هذا النظام. نستعرض في البداية طبعا تطبيق الصور أو فوتوز بالإنجليزي، زي ما شايفين الآن نقدر نستعرض الصور عن طريق الألبومات أو عن طريق عرض كل الصور في مكان واحد، وبرضه نقدر ننشئ ألبومات جديدة أو حتى نحذفها عن طريق الضغط على تحديد. الآن نقدر نختار أكثر من صورة زي ما شايفين، نحذفها أو نشاركها أو نضيفها إلى ألبوم ثاني، أو ننشئ ألبوم جديد زي ما شايفين بهذه الطريقة. شيء مريح في استخدام تطبيق صور أو فوتوز.
خلينا نستعرض الألبومات طبعا بهذه الطريقة. عندنا طريقة العرض الأخرى قلنا اللي هي صور، إذا كنتم مشغلين الجيو تاجنج في ميزة الكاميرا هتشتغل معاكم أو هتتسجل كل أماكن الصور أو أماكن اللي التقطتوا فيها الصور. فهنا عندنا هذا المكان اللي صورنا فيه هذه الصور وهذا التاريخ. إذا كان الصور ما لها مكان مسجل هتلاقوا إنه يكتب لكم التاريخ فقط، لكن تقدروا تتفرجوا على الصور كلها في مكان واحد زي ما انتم شايفين بهذه الطريقة. وطبعا تقدروا ترجعوا لي مجموعات أخرى، زي عندنا هذا من 20 سبتمبر لين 17 أكتوبر، نقدر نرجع على السنوات نشوف 2013 2014 2012 وبهذه الطريقة. طيب خلينا الآن نستعرض تطبيق سفاري. أول شيء اختلف فيه طبعا اللي هي الأيقونة، أو خلينا نقول حتى في أي أو إس 7 كل الأيقونات تقريبا اختلفت في ألوانها أو حتى في الشكل. ندخل على أي أو إس أو عفوا على متصفح سفاري. زي ما شايفين اليو ار ال بار في الاعلى وتحت عندنا بعض الخيارات. بمجرد ما نتصفح او نسحب الصفحه للاسفل يصغر عندنا اليو ار ال بار والخيارات تختفي على اساس يعطونا مساحه اكبر في التصفح. بالنسبه للصفحات نقدر نستعرضها الان بهذه الطريقه او حتى نقفلها زي ما شايفين بهذه الطريقه. نقدر كمان ندخل على الصفحه اللي قبلها ونرجع على الصفحه اللي قبلها بالسحب من اليمين لليسار، او حتى اذا كنا حابين ندخل على اخر صفحة فتحناها نسحب من اليمين لليسار. يعني هنا مثلا نبدأ نسحب من اليمين لليسار نرجع تاني على الصفحة اللي كنا فيها اخر شيء. برضو من الاشياء الجديدة في سفاري، لو ضغطنا هنا على البوك مارك وضغطنا، طبعا هذه البوك مارك هنا عندنا، هنا عندنا روابط مشاركة معانا في تويتر كلها، نقدر نتصفح هذه الروابط كلها من سفاري، ما يحتاج ندخل تويتر ونشوف كل رابط لوحده ونفتح تاني على سفاري. فمجرد ما ندخل على سفاري نضغط على هذا الزر نفتح كل الروابط اللي مشاركة معانا على تويتر. في برضو ميزة مهمة جدا في التصفح، طبعا هي ميزة من ميزات اي او 7 المخفية. خلينا ندخل على اي مثلا موقع، خلينا موقع ملخبط الان بنضغط مثلا دوت كوم ولا دوت اورج، بدل ما نضغط على زر الدوت هنا وبعدين سي او ام نعلق على زر الدوت حجينا بعض الخيارات زي اي دي يو دوت نت دوت اورج دوت كوم دوت اس اي مثلا السعوديه اي اي للامارات. وبهذه الطريقه تقدروا تدخلوا على المواقع بشكل اسرع. طيب خلينا الان نستعرض تطبيق التقويم. احب اقول انه الرقم اللي موجود هنا عندنا هو بالضبط تاريخ اليوم 17 واليوم ثيرزداي اللي هو الخميس. طبعا وعندنا برضو الساعة متحركة زي ما شايفين أمامكم. ندخل على تطبيق التقويم، اختلف في تصميمه صار أحلى بكثير زي ما شايفين بهذا الشكل. نقدر نتنقل بين الأيام عن طريق السحب بهذا الشكل أو العكس طبعا، ونقدر نشوف الشهر بالكامل زي ما شايفين هنا أو ندخل على السنة، أو حتى لو دخلنا وإحنا بنتصفح الأيام بشكل عادي نمسك الجهاز بالعرض هيعطينا كم يوم، 5 أيام تقريبا، فنقدر نتصفح الأسبوع بالكامل بهذه الطريقة نطلع وننزل للأسفل. بعدين عندنا تطبيق الرسائل، ندخل عليه بشكل سريع زي ما شايفين بهذه الطريقة. سحبنا على اليسار نقدر نحذف هذا أو هذه المحادثة من هذا الشخص بالكامل. لو نسحبنا للأسفل نقدر نبحث في الرسائل، لو دخلنا على أي رسائل زي ما شايفين هذا رسالتين الآن جاتنا في هذا الوقت في هذا اليوم وهذا الوقت. لكن لو بدنا نعرف كل رسالة متى جاتنا بالضبط نسحب من اليمين لليسار زي ما شايفين تظهر لنا هنا كل أوقات الرسائل بالضبط. وبرضه لو علقنا على أي رسالة وضغطنا على المزيد نقدر نختار أكثر من رسالة نحذفها أو نعيد إرسالها لشخص آخر. بعدين عندنا تطبيق الطقس أو weather بالإنجليزي، طبعا هذا المكان اللي أنتم موجودين فيه في البداية يطلع لكم، نقدر نضغط هنا ضغطة يعطينا معلومات أخرى عن الطقس زي الدرجة اللي تشعر بها فعليا. ولو عملنا تصغير نقدر ندخل على المدن الأخرى، وكل مدينة زي ما شايفين في أوقاتها فنقدر نستخدمها كساعة عالمية. بعدين عندنا تطبيق البوصلة، طبعا أي جهاز فيه له ديجيتال كامبس أو بوصلة رقمية، لازم نحرك الجهاز بشكل دائري قبل ما نستخدم البوصلة على أساس تتعاير البوصلة لأنها بوصلة رقمية ما هي يدوية. زي ما شايفين هذه طريقة حلوة في تطبيق البوصلة إنه نلف الكرة هذه زي ما شايفين بشكل دائري أو الجوال. طبعا أول ما تتعاير البوصلة هيبدأ الجهاز يشغل لنا البوصلة بشكل زي ما شايفين على طول بشكل تلقائي. الآن البوصلة تمام زي ما نحركها تتحرك معانا بشكل ممتاز. طبعا عندنا كمان على اليمين نقدر نقيس الزاوية الأفقية والزاوية العمودية، زي كده عندنا الزاوية الأفقية لأي سطح مثلا أو الزاوية العمودية. مجرد ما نوقف الجهاز زي ما شايفين
هذه الطريقة يعطينا الزاوية العمودية إذا كانت صفر أو مايل السطح اللي حاطينه عليه بهذه الطريقة. آخر تطبيق هنتكلم عنه في هذه المعاينة اللي هو تطبيق الكاميرا، طبعا اختلف بشكل ملاحظ شكله. عندنا هنا صار عندنا بعض الخيارات الفلاش، وعندنا HDR، وعندنا تحويل الكاميرا إلى الأمامية زي ما شايفين، أو الرجوع للخلفية. ونقدر نسحب من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين على أساس نغير أنواع التصوير. عندنا هنا صورة عادية، صورة عادية مربعة، أو عندنا هنا بانوراما، نقدر نغير اتجاه البانوراما بالضغط هنا. وعندنا كمان الفيديو على اليسار والتصوير بالبطيء، تصوير فيديو بالبطيء طبعا آخر اختيار، لكن طبعا هذه الميزة موجودة حاليا فقط في الآيفون 5S. وفي برضه عندنا ميزة التصوير السريع، التصوير الثابت السريع اسمه بيرست شوت، برضه ما هي موجودة إلا في الآيفون 5S. خليني أوريكم زي ما شايفين، كل ما احنا معلقين على الزر هو يصور لنا تقريبا 10 فريمات في كل ثانية. وبعدين بعدين عندنا هنا اللي هو آخر صورة التقطناها، وعندنا كمان فلاتر نقدر نشوفها بشكل مباشر على الكاميرا، نختار واحد منها ونبدأ نصور. وصلنا الآن إلى فقرة كيفية ترشيد استهلاك البطارية في أي جهاز يشتغل فيه iOS 7. طبعا أول شيء نتكلم عنه اللي هي الاير دروب، أو ميزة الاير دروب ما تحتاجوها، خلوها دائما مقفلة. البلوتوث برضو إذا ما تحتاجوه برضو قفلوه. بعدين ندخل على الإعدادات، إذا عندكم تقنية ال LTE 4G مدعومة في بلدكم ما تحتاج السرعة هذه كلها، ممكن تقفلوها، الجهاز حيشتغل على 3G طبعا يوفر من استهلاك البطارية. بعدين عندنا لو دخلنا على عام ودخلنا على سيري، في ميزة هنا عندنا رفع للنطق. هذه الميزة أول ما ترفع الجهاز على إذنك، تحط السماعة على إذنك، تشتغل سيري على طول على أساس تعطيها أي أوامر من غير ما تضغط على زر الهوم. هذه برضو ممكن تستهلك من البطارية، إذا ما تحتاجوها قفلوها. بعدين عندنا كمان اللي هي تجديد التطبيقات في الخلفية. هذه التطبيقات اللي شايفينها أمامكم كلها تقدر تستخدم معالج الجهاز حتى لو الجهاز مقفل أو محطوط على ستاند باي، فما تحتاجوا هذه الميزة. إنه زي عندنا مثلا تطبيق هنا حق تذاكر، تطبيق جوجل، تطبيق مثلا الطقس، ما تبغى يقعد يحدث نفسه ويستهلك لك من البطارية، ممكن تقفلوا هذه الميزة أو على أحد التطبيقات اللي ما تحتاجوها. بعدين عندنا كمان اللي هي اي تيونز، او مو اي تيونز، الاب ستورز. الاب ستور عندنا في تطبيقات ينزل لك هي اذا كان عندك اكثر من جهاز، زي ايباد مثلا وايفون. اذا نزلت اي تطبيق على الايباد ممكن ينزل لك نفس التطبيق بشكل تلقائي على الايفون، على اساس تلاقي التطبيقات كلها حقتك موجوده على كل اجهزتك، فما تحتاج هذه الميزه تقفلها. ما عندك ما تستخدم برضو الكتب، ينزل لك هي على اجهزه مختلفه برضه ممكن تقفلها. عندك هنا تحديثات تطبيقات، إذا تحب إنه الجهاز ما يحدث التطبيقات بشكل تلقائي ممكن تقفلها، إذا ما تحتاج هذه الميزة برضه توفر لك من استهلاك البطارية. وصلنا الآن إلى نهاية معاينة iOS 7. أحب أذكر إنه مو كل المميزات اللي شفتوها ممكن تكون موجودة عندكم على كل أجهزة أبل.